انضم إلينا من عدن غمدان الشريف سكرتير عام رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر. يعني نرحب بك في البداية سيدي. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز وعلى جميع المشاهدين. يعني رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر حذر من تبعات استمرار القتال في عدن، يعني ما هي المخاطر لهذا الاستمرار في القتال؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم حقيقة السلام. الأمر أن الميليشيات الحزام الأمني والتجسس التقالي صعدت على الحكومة الشرعية وتوعدت بإعلان انقلاب وانفصال جنوب اليمن عن شماله في الوقت الذي نخوض حرب مع الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران. صباح هذا اليوم استرجعت القوات الأمنية باقتحام عدد من المسلحين لبعض المؤسسات الحكوميه مما دفع بتعزيزات امنيه من اجهزه الحراسه الرئاسيه واصطدام بذلك في مواجهه راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. لذلك الان الاوضاع عادت الى العاصمه المؤقته عدن نسبيا، هناك سيطره تامه على مؤسسات الدوله من جهه الاجهزه الامنيه والعسكريه التي رفضت الانصياع للبلاد الى جر العاصمه المؤقته عدن الى حرب لا يحمد غبارها. لذلك الحكومه دعت جميع الاطراف الى التحلي بالحكمه والعقل وترك العنف وطرد باب الحوار لاي مطالب لديها. نعم. للاسف الشديد ان المجلس الانتقالي خلال الفتره الماضيه هو يصعد الانفصال الذي يرفضه شعبنا اليمني، الذي ترفضه مخرجات الحوار الوطني، الذي يرفضه قرار مجلس الامن الدولي، الذي ترفضه كل المبادئ اليمنيه والوطنيه. نحن اليمنيون اجمعنا على مخرجات الحوار الوطني ولدينا توافق شعبي شمالي جنوبي في هذا الاساس. لدينا حرب لا اعترف بها، لدينا جمعيه لا اعترف بها. نعم سيد غمدان، وضحت فكرتكم بشكل جيد وعذرا للمقاطعة لضيق الوقت. السيد غمدان الشريف سكرتير عام رئيس الوزراء اليمني، شكرا جزيلا لك.